تحية طيبة مشاهدين الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن. اليوم نبدأ البرنامج بأهم العناوين في المملكة لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الدوحة ويعزي الشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة. وزير الخارجية الجبير يلتقي كيري بواشنطن ويبحثان أوضاع المنطقة. وحالة ممطرة موسمية تطل بعد يومين على المملكة وتأثيرها على 4 مناطق. ما هي مواضيع برنامج الوطن لهذا اليوم؟ التأمينات تلغي شرط 2 سنين لضم الخدمات السابقة في التقاعد. 72% من الأطفال يعانون من تذبذب التربية. وخال قاتل والديه أخرجوه من شهار دون علاج. حياكم الله. ألغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرط 2 سنين لضم الخدمات السابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري، وتدعو المشتركين لضم مددهما السابقة بحسب ما ذكرت المؤسسة عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء. وأشارت المؤسسة إلى أن شروط ضم مدد الاشتراك تتمثل في ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن 60 في النظام الأخير. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ عبد الله عبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله إلى برنامج الوطن اليوم. بداية حدثنا عن أهمية هذا القرار الذي اتخذتموه مؤخرا، ألا وهو شرط 2 سنين لضم الخدمات السابقة في التقاعد. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. وقبل التعليق على ما تفضل فيه، لو سمحتي لي بس أعطي نبذة مختصرة جدا عن موضوع نظام تبادل المنافع. يلي تفضل. النظام عندنا في المملكة العربية السعودية تقريبا 3 أنظمة للتقاعد: نظام التقاعد المدني، ونظام التقاعد العسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية. نظام التأمينات الاجتماعية يطبق على العاملين في القطاع الخاص. نظام التقاعد المدني على موظفي الدولة العاملين في القطاع المدني، ونظام التقاعد العسكري على العاملين في الدولة العاملين في القطاع العسكري. صدر في عام 1424 نظام تبادل المنافع. مضمون النظام يسمح لهؤلاء الفئات الثلاث، سواء العسكري أو المدني أو العامل في القطاع الخاص، يسمح لهم بضم الخدمات في حال الانتقال من نظام إلى آخر. بدون شك النظام يعطي فرصة للمشتركين للاستفادة من المعاش أو لتحسين المعاش، لأننا نعرف كلما زادت مدة الاشتراك كل ما كان المعاش أفضل للموظف. كان من ضمن الشروط في بداية صدور النظام أن يتقدم المشترك بطلب الضم خلال 2 سنين. ومن خلال الواقع العملي في الفترة الماضية لوحظ أن هناك عدد من الحالات لم تستطع الاستفادة من ضم الخدمات بسبب مضي 2 سنين، قد يكون لعدم اهتمام من هؤلاء المشتركين أو أحيانا عدم معرفتهم بهذا الشرط الذي وجد في النظام. من خلال اللجنة التنفيذية، وهناك لجنة تنفيذية مشكلة ما بين التأمينات وما بين التقاعد للبحث في آلية تطبيق النظام ومراجعة اللوائح المعنية لتطبيق هذا النظام، رأت إعادة النظر في هذا الشرط، وفعلا رفع للجهات المختصة وصدرت الموافقة الثانية بإلغاء شرط التقدم خلال 2 سنين. وهذا بدون شك سيفتح المجال لعدد كبير من الأخوة الذين سبق عدم استفادتهم من ضم الخدمات، يسمح لهم بضم الخدمة، وهذا بدون شك سيعطيهم فرصة للحصول على معاش أو الحصول على معاش أفضل مما كان في السابق فيما لو تركت الخدمات متفرقة. نعم. فهذا تقريبا باختصار ما يعني إلغاء فترة 2 سنين للتقدم.
نعم استاذ عبد الله، طبعا البعض اليوم خاصه يعني من موظفي الدوله، عندما نتكلم ذكرت انت جزئيه مهمه بالبدايه الا وهي الموظفين على نظام التقاعد والموظفين على نظام التامينات الاجتماعيه، هناك لبس يعني ان استطعنا ان نقول. نعلم استاذ عبد الله ان موظفي التامينات الاجتماعيه هم من ينتمون الى قطاع التشغيل او حتى القطاع الخاص، ونظام التقاعد هم الموظفين الحكوميين، لكن دائما المواطن في السعوديه دائما يفضل مؤسسة التقاعد، هل هذا صحيح؟ هل هي أفضل وهي أكثر أمان من التأمينات الاجتماعية أم لا يوجد فرق؟ لا أعتقد من وجهة نظري في الوقت الحاضر وبعد تقارب الأنظمة سواء في التأمينات أو التقاعد، تقريبا الأحكام النظامية والمنافع التي تقدم متقاربة بشكل كبير، بل بالعكس يعني ربما يتميز نظام التأمينات بالتغطية فيما يتعلق بإصابات العمل ويسمى فرع الأخطار المهنية، فهذا يطبق على العاملين في القطاع الخاص بينما غير مطبق على موظف الحكومة، وهذه تعتبر ميزة لنظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ما أقر مؤخرا أنه نظام التعطل عن العمل في حالة ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة الموظف يتم تعويضه خلال الفترة الانقطاع حتى يحصل على فرصة عمل أخرى. نعم. فمن وجهة نظري وبحكم قربي من كلا النظامين، أنا أشوف أنه الأنظمة كلها أصبحت الآن تخدم المشترك بشكل كبير، وأصبح الأمان حتى أيضا يعني في نظام في القطاع الخاص مقارب إلى درجة كبيرة للقطاع الحكومي. نعم، وأنا أشكرك كل الشكر اليوم لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم، الأستاذ عبد الله عد جبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. أكدت أخصائية نفسية أن الدراسات والإحصاءات النفسية كشفت أن التذبذب في التربية وفي معاملة الأطفال يحتل المرتبة الأولى بواقع يبلغ 72%، فيما يحل الإهمال في التربية ثانيا بواقع 13%، وحلت الشدة والتسلط ثالثا بواقع 12%، ويحتل التدليل الزائد في التربية المرتبة الرابعة التي تشكل 8%، ويأتي خامسا التمييز بين الأطفال بواقع 3%، ويقع الأسلوب الديمقراطي أخيرا بنسبة 2%. وشددت الأخصائية النفسية خلود آل حمود على أهمية التحدث بالطريقة الإيجابية مع الأبناء، مؤكدة أن ذلك من أهم أمور التربية السليمة العلمية التي تنتج أبناء مميزين. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا ومن الرياض الأستاذة نجوى فرج الأخصائية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك أستاذة نجوى إلى برنامج الوطن اليوم. عند الحديث عن أن 72% من الأطفال يعانون من تذبذب التربية، ودعينا نقول موضوع التدليل أو الدلال الزائد للطفل احتل نسبة جيدة، هل تعتقدي أن يعني حب الطفل والتدليل الزائد له يفسد شخصيته؟ أهلا وسهلا فيك الأول. أهلا ومسهلا. أهلين. طبعا احنا مجتمع ومجتمعنا مجتمع عربي لديه عده شرائح، في اسر بتبقى مؤمنه باشياء وباشياء ثانيه لا. طبعا الموضوع موضوع كبير، والموضوع يبغى له وقت يعني اطول واوسع، لكن احنا يعني هنتكلم بايجاز شويه. الطفل المدلل اي شيء يزيد عن حده بينقلب لضده، وعلى ما اعتقد ان هذه المقوله احنا كلنا متفقين عليها. صدقتي. لكن احنا مع الاسف في عندنا اخطاء بنسويها احنا كمربيات كامهات كاولياء امور. دايما عندنا لغه يعني السلبيات اكثر من الايجابيات. يعني احنا مثلا لو عندنا طفل بالبيت او حتى مدرسه في مدرسه الطفل اخطا، الطفل دايما نبدا بالعقاب، نبدا مش العقاب الجسدي، العقاب اللي هو الكلام، دايما نحسسهم بالسلبيات قبل الايجابيات، فدي طبعا ليها تاثير مره شديد على اي طفل. واحنا مع الاسف
أغلبيتنا بيمارس هذا الشيء. لكن طبعا احنا المفروض نتناسى هذا الكلام، واي ام او اي مسؤوله في بيت، في مدرسه، في اي مؤسسه لديها اطفال لازم يكون عندها وعي، ويكون منطقها متغير واسلوبها متغير، لان كل الكلام ده حقيقي بقى. اصبح الاطفال عندهم حساسيه وعندهم اشياء مره يعني احنا ما بنتوقعها. يعني الطفل اللي بيتربى تربيه سليمه تأكد ان هو بيطلع طفل سليم في صغره وفي كبره. الطفل اللي بيعاني من اهله في سوء تربيته، ودايما ان الاب او الام على خلاف معاه او بيبينوا اخطائه اول باول، بيطلع عنده عقد، اسلوبه ما هو كويس، تصرفاته ما هي كويسه، وبتبان، مش ما بتبان، لا بتظهر، بتظهر في دراسته، بتظهر في معاملته مع زمايله، بتظهر مع اهله، مع جيرانه. فهذه النقطة الحقيقة أنا يعني عايز أشكركم جدا إن أنتوا تناولتوا هذا الموضوع، وهذا موضوع ما هو قليل أبدا، وزي ما قلت لك هذا يبغى له يعني فترة طويلة حلقات عشان نتكلم فيها، لأن الأطفال فيهم تشكيلة كبيرة وفيهم نوعيات مختلفة. في طفل عنيد، في طفل ممكن يسمع، في طفل ممكن تكون الظروف الاجتماعية ما هي مساعداه. الأهل ممكن يكونوا عندهم توعية وعندهم دراية، في أهل تاني بيكونوا مع الأسف فيهم نسبة من عدم التعلم، أو مش ما أبغى أقول جهل، لأن إحنا النهاردة بقى في انفتاح، مش لازم الإنسان يقرأ ويكتب بس، النهاردة بقى في أشياء تقدر تسمعيها وتقدر تفهميها، لكن مجتمعنا مليان أشياء الحقيقة يعني محتاجة إن هي يحصل فيها تغيير. نعم. طيب موضوع دكتورة مهم، ألا وهو انشغال الأب والأم بأمور الحياة. في بعض الأحيان أستاذة نجوى، الأب والأم يكونوا اثنينهم موظفين، أو حتى مثلا تكون الأم هي أرملة ومطلقة، هي اللي قاعدة تربي عيالها، أو حتى ممكن يكون الأب هو اللي قاعد يربي عيالها. طيب وش الشخصية اللي تنتج شخصية الطفل عن تلك الأسرة؟ والله الشخصية بتبقى مختلفة، هقول لك، لأن أنا عندي حالات وحالات رسم موجودة، ما هو كلام على ورق. ما هقول لك إن الأم ما بتكون لحالها بتقدر تربي كويس، ولا الرجال أما بيكون لحاله بيقدر يربي كويس، وده مش معناته إن أنا. طب والحل يعني، والحل أستاذة نجاة؟ ما هو طبعا لازم يكون حل. هقول لك الحل في إيه. الحل في موضوع زي اللي إحنا بنحكي فيه ده، إذا في أحد بيسمعه هيستفيد منه. ده مش معناته إن مثلا إن الأم ما هياش قادرة، لكن عندها ثغرات، في ثغرات ممكن يكون يعني هي ما عندهاش استيعاب للمسؤولية هذه كلها. مش هيكون الأطفال بس، هيكون عندها أشياء تانية، فاهم علي إزاي؟ والرجال هيكون نفس الشيء. لما هي توصل للمثل لمكان سد، المفروض إنها تستعين بأحد يكون عنده. مثلا احنا النهارده بقى في اخصائيين في كل مكان، وحتى لو بره، يعني ما هي في مكان مثلا معين، ممكن في عيادات بره في اشياء تستشير. وبعدين في حاجه ثانيه مهمه، اذا الام، على فكره ممكن الام بتكون متعلمه، اذا وصل بيها لحد ان هي ما هي قادره تتفاهم، ترى في ناس بتدخل على جوجل بتحط سؤال. انا شفت ام عندي من 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 ضمن الاشياء اللي قالتها لي، يعني انا كنت بحكيها وهي بترد عليا، طب انت ما شاء الله عليك مثقفه، يعني وضعك كويس. قالت لي انا بعمل كده، يوم ما بحس ان انا ماني محصله حد يساعدني، انا بدخل على جوجل وبحط السؤال وبتجيني الاجابه، فباخد اللي يتناسب معايا واللي لا، لان مش كل الحالات هتتناسب مع بعض. خاصة استاذه نجوى، انا اعتقد يمكن ان من اكثر شيء في الدنيا صعب تربيه الولد، تربيه الام للولد يمكن حتى بيكون اصعب من تربيه الام للبنت، لان انت عارفه يعني المراه صعبه انها تتفاعل او تفهم عقلية ابنها، خاصة في مراحل المراهقة. أنا أشكرك، ومثل ما قلتي أستاذة نجوى، يحتاج لنا أكثر من حلقة عشان نتكلم عن هالموضوع وبشكل موسع، وأكيد هذه دعوة مني إن شاء الله أن نفتح هذا الملف في عدد من الحلقات في برنامج الوطن. أما الآن أنا أكيد أشكرك لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، الأستاذة نجوى فرج الأخصائية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، وقبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري الشايب، وفيها جمرك الدرة أهبطوا محاولات تهريب أكثر من 3000 حبة كبتاغون، المملكة تؤكد التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وجموع غفيرة تشيع الأب والأم اللذين قتلا على يد ابنهما في حي السحيلي في الطائف، والتدريب التقني تأهيل أكثر من 37,000 سعودي وسعودية في قطاع الاتصالات. إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد. أشار تحليل أصدره مركز بيول للأبحاث في واشنطن إلى أن أعداد اللاجئين والنازحين تضاعفت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 إلى الضعف، مشيرا إلى أن العدد زاد على 25 مليون إلى نحو 54 مليون نسمة. وتلعب المملكة العربية السعودية دورا رائدا في دعم ومساعدة اللاجئين، حيث فتحت أبوابها لمواطني العديد من الدول التي تمر بظروف إنسانية صعبة، ومنها استضافتها لحوالي 1.5 مليون يمني ونصف مليون سوري يمتلكون كامل الحق في العمل وإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الأستاذ سليمان الشريع، مدير إدارة الخدمات الطبية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هلا ومسهلا أستاذ سليمان، إلى برنامج الوطن اليوم. بداية، يعني كلنا نعرف أكيد المساعدات السعودية والجهود السعودية في دعم الإخوة سواء في اليمن وفي سوريا ومساعدتهم، لكن مؤخرا كان هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين أيضا بمساعدة الإخوة في الصومال ونقلهم إلى المملكة وعلاجهم. حدثنا عن هذه الجزئية وبعد ذلك سوف نتطرق إلى باقي المحاور والمواضيع. حياكم الله أختي الكريمة. هذه الاستضافة. الحقيقة نعم، أمر خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم والعزم باستضافة جرحى المصابين أثر التفجيرات الإرهابية المتكررة التي حدثت في العاصمة الصومالية مقديشو. في البارح والله الحمد استقبلنا 15 حالة من مقديشو عبر طائرة الإخلاء الطبي ويرافقه فريق من مركز الملك سلمان، واستكمال علاجه للحالات التي لا يتوفر علاجها داخل الصومال، الحالات المستعصية، استكمالا لبرامج علاج وإغاثة الشعوب الإسلامية والعربية والشقيقة. نعم. طيب أستاذ سليمان، اليوم في المملكة العربية السعودية يعيش نحو 1.5 مليون شقيق من اليمن ونصف مليون شقيق من سوريا، ولهم كامل الحق في العمل وأيضا التعليم المجاني والدخول إلى أي مستشفى بشكل مجانا. حدثنا عن ذلك. في الحقيقة المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها إلى ضيوفها من الأشقاء اليمنيين وضيوفها من الأشقاء السوريين المملكة العربية السعودية، وعطتهم حق الإقامة بهوية زائر، عطتهم حق العمل في المهن المسموح لهم بها العمل داخل المملكة، أيضا فتحت لهم أبواب العلاج في منشآت وزارة الصحة السعودية وهو القطاع المسؤول عن الخدمات الصحية داخل المملكة، أيضا عن وزارة التعليم، وهذا جانبين من باب التعليم، هو التعليم الجامعات والتعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية برجالا ونساء، بالذكور والإناث والله الحمد، لأنهم ضيوفنا، ونسأل الله أن يزيح الغم عن بلادهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله. بمتابعة أيضا من مركز الملك سلمان وبالتنسيق مع أجهزة الدولة داخل المملكة العربية السعودية بأن يلقوا هؤلاء الضيوف خير رعاية داخل المملكة، مملكة الإنسانية. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم.
الأستاذ سليمان الشريع مدير إدارة الخدمات الطبية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وفي موضوع اهتز له الشارع السعودي، حملت عائلة ناحر والديه في الطائف أمس الأول بشدة على مستشفى الصحة النفسية شهارة بسبب ما سموه بسماحة القاتل أو بسماحهم للقاتل بالمغادرة دون استكمال تعافيه من اعتلالاته العصبية. وأكد عبد الله الشهري شقيق الأم القتيلة لصحيفة عكاظ من منزل الأسرة في حي السحيلي أنه يحمل شهار كامل المسؤولية عما حدث لشقيقته وزوجها، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه وصدمته لجريمة المروعة. مشاهدينا، خلا شوية كلنا اللي ما سمعنا القصة هذه اللي حصلت تقريبا قبل يومين في السعودية بالتحديد في الطائف. قام شاب بذبح أمه وأبوه بواسطة سكين. أيضا قام هذا الشاب بفصل رأس جسد فصل رأس الأب عن جسده طبعا، وأيضا بتقطيع جثة أمه وأبوه إلى أجزاء صغيرة. طبعا كيف تم اكتشاف القضية؟ هو كان زي في حوش بيتهم قاعد، كان يقطع الجثث، مر واحد قريب من البيت شم ريحة مبزينة، قرب كذا شافه هو قاعد يقطع أمه وأبوه، اشتكى للدورية وللشرطة، على طول الجهات الأمنية راحت وألقت القبض عليه. هذه طبعا القضية كاملة، أنا حبيت بس أنه أقول لكم اللي ما سمع فيها أو ما يعرفها. طبعا جدير بالذكر مواقع التواصل الاجتماعي كلها طبعا يعني يتكلمون عن القضية هذه، وكل يقول أن أكيد هذا الشخص هو مريض نفسي. وفعليا لما طلع اليوم الخبر هذا تأكد أن أساسا هذا الشخص أو الشاب كان في المستشفى وخرجوه قبل لا ينهي علاجه وقام بعد كذا بهالجريمة النكراء. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة دكتور عدنان عاشور استشاري أول للطب النفسي الشرعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عدنان. بداية، ما هي مؤشرات هذه الجريمة؟ أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعيك ومشاهديك. هلا ومسهلا دكتور. يا مرحبا. يعني جريمة نكراء للأسف، يعني لما تقول يعني شخص هو مريض نفسي وكان في مستشفى الأمراض النفسية لم يتم علاجه وإنهاء علاجه، أخرجه وبعد كذا بعد ما خرج قتل أمه وأبوه. بداية، ما هي مؤشرات هذه الجريمة؟ أولا أريد أن أطمن المشاهدين وعامة الناس أن نسب القتل في الأمراض النفسية ليست عالية جدا ولا تختلف كثيرا عن نسبتها في عامة الناس، وهي نادرا ما تحدث، وكثيرا ما يحدث القتل لحالات الفصام العقلي وهو مرض ذهاني خطير ومزمن، خاصة إذا توقف المريض عن العلاج أو انتكس حالة يعني تعرضت للانتكاس، وغالبا لتوقفه عن العلاج أو عدم انتظامه على العلاج. وهذه الجرائم لا يمكن توقعها او يعني unpredictable، لا نستطيع ان نتكهن ان هذا سيقتل بعد يوم بعد يومين بعد شهر او لا يقتل طول عمره يعني. فهذا المريض انا طبعا ليس مطلع على تفاصيل جريمته، ولكن هو مريض فصامي وتوقع انه كان متوقف عن العلاج لفترة أو شيء أو انتكست حالته، وطلبوا أصلا خروجه من المستشفى. لا يمكن منع الوالدين أو الأهل إذا طلبوا خروج المريض، لأنه لا يوجد يعني ما يعطي حق للطبيب بمنع الخروج أو بحبس المريض أو حجزه ضد رغبة الأهل. إذا الأهل بس خروج المريض دكتور في القضية هذه المستشفى بالتحديد مستشفى شهر هي اللي خرجت المريض، الأهل ما طلبوا، والدليل على كذا أن خال المجرم أو شقيق الضحية قال أن أنا أحمل
الموضوع كله للمستشفى لأنها هي اللي خرجت هذا الشاب قبل ما أنه يخلص حتى هو علاجه. هو طبعا يعني إذا كان تختلف الأمور، إذا كان خرج وقتل ولا خرج وكان مثلا حالته مستقرة، ممكن يكون حالته كانت مستقرة عند الخروج وخرجوا المستشفى بموافقة المستشفى، وكما قلت لك إن المرض هذا unpredictable يعني نعم غير متوقع إنه نعم حدوث أي شيء في أي وقت. طيب توقف عن علاج أو تعاطى مخدرات عقير من العقير مأبها الله يخارجنا الله يخارجنا يا رب ويبعدنا ويبعد عيالنا عن هالموضوع. طب دكتور بس هي في جزئية مرة مهمة، وش هي الشروط الصحية العقلية لتخريج هذه الحالات؟ يعني مثلا يكون مريض نفسي موجود داخل المستشفى، على أي أساس يتم إخراجهم باختصار لو سمحت؟ خروجه لازم يكون يعني استقرت الحالة العقلية، بمعنى أن الأعراض النفسية كالهلاوس السمعية والضلالات الاعتقادات المرضية الخاطئة ضد الآخرين تكون تقريبا اختفت عند المريض. نعم. ويكون درجة العنف نعم اختفت، ويكون الحالة مستقرة ومتعاون المريض في أخذ العلاج. نعم أنا أشكرك كل الشكر دكتور عدنان، وأعتذر كمان أن لضيق الوقت، بس أكيد أنا أشكرك لوجودك معي اليوم في برنامج الوطن اليوم الدكتور عدنان عاشور استشاري أول للطب النفسي الشرعي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا لفقرة تويتر، وفي هاشتاج هذا اليوم تناول عدد كبير من المغردين فاستجبنا له، الله كريم دعوات أمي كل صباح جميعها من الكلمات التي تشعرنا بالراحة والاطمئنان. هذا ما سطره مغردي تويتر تحت وسم كلمة تريحكم إذا سمعتوها، اللي حصد الآلاف من التغريدات ليتصدر بذلك قائمة الأكثر انتشار في عدد من الدول العربية. ناخذ بعض التغريدات. نهى نبيل: الله كريم المعتصم. أيضا روح الله يرضى عليك من أمي. أدهم أبو سلمية: الله ولي الصابرين. مشاهدينا الكرام كانت هذه مجموعة من التغريدات اللي اخترناها لكم لهذا اليوم، أكيد تقبلوا تحياتي تحيات طاقم العمل، بإذن الله بكرة أشوفكم وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مع السلامة.